نروح نشوف أهم الأخبار العالمية والمحلية وأخبار محترفين في الخارج. فيتو منتخب مصر يتقدم 6 مراكز في تصنيف الفيفا الشهري. الفجر اليوم إغلاق باب الانسحاب من الانتخابات التكميلية للجبلية. اليوم السابع اتحاد الكرة ينتهي من الرد على مخالفات الوزارة وإرسالها خلال ساعات. سوبر كرة محمد صلاح أسرع لاعب يسجل 50 هدف مع ليفربول. الشروق كلوب يعلق على عدم احتفال محمد صلاح بالأهداف. في الجول كلوب صلاح سيتوجه بالشكر للزملاء. يلا كورة ذا صن هدية صلاح ب 42 جنيه استرليني. الوفد ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة بدوري الأبطال. سكاي نيوز أليفا يعاقب مانشستر يونايتد بسبب عشاق رونالدو. أس رونالدو يكشف عن رأيه تجاه ضم جريزمان لليوفنتوس. سبورت 360 كونتي يفتح الباب أمام ريال مدريد وينتظر عرضا يوم الاثنين.